اللهم صل وسلم وبارك على محمد وصفيه وحبيبه أرسله رحمة للعالمين بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم وبارك عليه وعلى آله محمد اللهم صل وسلم فتحرم عليك تلك الساعات
في يومك وليلك، ومن رأى في ساعة طاعات سرا وفرح، ومن رأى في ساعته خالية عن الطاعات بدل وتحسر، ومن رأى في صحيفته وخزنه ساعاته سيئات ومخالفات تحدر وتسطب عرجا وتمنى أن يكون ترابا بشدة الويل، بشدة ما يراه من هول يوم القيامة. ذلكم الله سبحانه وتعالى أحمد الراحمين. ما مراده العبادة؟ لا تنفع الطاعة، لا ينفع الله سبحانه فلا ينتفع طاعة العباد ولا تضر معصية العباد. إنما الطاعة تنفعك وتنفع أولادك من بعدك، فيحفظ الله لك تلك الطاعات، فيحفظ أبنائك في طريق الاستقامة ويجنبهم المنكرات. فصلاح الأبناء والبنات بصلاح الآباء والأمهات. والمعصية لا تضر الله لكنها تضرك وتضر أولادك من بعدك. قال سيدنا سعيد بن المسيب حريصا على المجاهدة في طاعة الله حتى أشفق عليه ابنه، أشفق عليه ابنه فقال: يا أبتا ما لي أراك تكلف نفسك من العبادات ما يشد. فقال: من أجلك يا ولدي، من أجلك يا ولدي. ذلك الطائع يحب أبناءه وأحفاده، ذلك العاصي الذي يخرج عن الاستقامة وعن التقوى وعن شريعة سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكبر لأولادك، ذاك المبغض لوطنه، لأن سبب البلية والفيروزة والمصائب إنما هي ما كسبت أيدي الناس من السيئات والمخالفات وارتكاب المنكرات. أولئك الذين هم أعداء الوطن وأعداء الله سبحانه وتعالى. إذ أن عندما تصعد من معاصي من الأرض إلى السماء لا يعرفها أهل السماء تنزل مصائب وبليات وفيروزات لا يعرفها أهل الأرض. فالله الله عباد الله في تقوى الله، وجددوا توبة مع الله، واستقيموا على طاعة الله في رمضان وفي غير رمضان حتى تفوز بما المولى سبحانه وتعالى. فلن يرضى عنك المولى إلا إن اتبعت حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل من ادعى أن من نفسه خير وأنه من أهل الخير ولم يهتدي بمحمد فلا كأقره إبليس الفسيح وألحقه بحجر المناحيس وضله عن السبيل النفيس. ومن أراد المذهب النفيس فليهتدي بالمصطفى محمد. فإن محمد هو شفيعنا، هو كنزنا، هو ذخرنا، هو حبيبنا، وهو الواسطة لنا في كل نعمة ينعو بها علينا المولى، وهو الواسطة لنا في كل نعمة يرفعها عنا المولى سبحانه وتعالى. عباد الله اتقوا الله ورغبوا أنفسكم حيثما تكون، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، فإن وقعت في زلة فبادر بالتوبة. فإن الإنسان إذا عصى ووقع في معصية يكون ملك الحسنات ملك السيئات يريد أن يكتبها سيئة، يقول له ملك الحسنات: انتظر أنظره 6 ساعات لعله أن يتوب فلا تكتب عليه سيئة. فإن أبى أن يتوب ولم يبادر بالتوبة والاستغفار قال ملك الحسنات بملك السيئات: اكتبها سيئة أراحنا الله منه. الدعوة من الملك ينفرك المولى سبحانه وتعالى هذه الساعة، فلا تتوب لا
شك أن لي منك غزوة وستحظى تلك الغزوة بندامة يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. البليات والمطرات والفيروسات. فقد قال صلى الله
اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على عليه وسلم. فإنها الأمان للأليات والفيروسات، وإنها المالكة للمخالفات والسيئات. فالله الله عباد الله في الإكثار من الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة، ومن صلى عليه مرة كتب الله له عشر حسنات، ومعاه عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. ذلك كله بالصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو صبت السماء فيروسات يا أيها الأكثر من الصلاة على النبي محمد، أنت في أمان جميع الأليات والبريات والفيروسات. فكيف لا نكثر بالصلاة عليه؟ ونفر الصلاة يعود لنا ونفرها لنا ولأولادنا من بعدنا، ويكثر رزقنا وخيرنا، ويرفع الله همنا وغمنا، ويكشف كربنا، ويغفر ذنبنا ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكيف لا نكثر بالصلاة على النبي محمد؟ وقد أمر الله بأمره، بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لنا
لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم